بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بك عزيزي الدارس في رحاب جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. معكم الدكتور حسين بن عثمان، أستاذ مادة المحاسبة المالية باء. لقاءنا التاسع إن شاء الله سيكون أو سنتناول فيها الفصل الخامس اللي هو المعالجة المحاسبية والتسويات واحتساب استهلاك الأصول الثابتة، عنوانه الأصول الثابتة. طيب، في هذا الفصل إن شاء الله سنتعرف على أنواع الأصول الثابتة، كذلك طرق احتساب استهلاك هذه الأصول الثابتة، بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية الخاصة باستهلاك الأصول. المعالجة المحاسبية المقصود بها اللي هي القيود المحاسبية، وأيضا كيف يتم أو طرق التخلص من الأصول والقيود المحاسبية للتخلص من الأصول الثابتة. عندي أهداف هذا الفصل. أول هدف اللي هو التعرف أو تعرف الأصول الثابتة وتحدد أنواعها، ما هي أنواع الأصول الثابتة وما المقصود بالأصول الثابتة. اثنين، تحدد مفهوم استهلاك الأصول، ما المقصود بالاستهلاك الأصول الثابتة. ثلاثة، تحدد ما هو المطلوب حتى يتم احتساب استهلاك الأصول الثابتة. وأربعة، بنتعرف كيفية أو الطرق التي يتم من خلالها احتساب استهلاك الأصول الثابتة. والهدف الخامس، تعالج محاسبي يعني القيود المحاسبية لتسجيل الإهلاك والمعالجة المحاسبية اللي هي قيود تكوين المخصص، كيف يتم احتساب المخصص وأيضا كيف يتم تسجيله. والهدف السادس، تعالج محاسبيا كيفية التخلص من الأصول، يعني قيود عندما يتم التخلص أو بيع الأصل نهاية عمره الإنتاجي كخردة، كيف يتم ما هي المعالجة المحاسبية وما هي القيود المحاسبية. ستة أهداف إن شاء الله ستتحقق من خلال هذه مواضيع الفصل، اللي هو بيكون عندي مفهوم وأنواع الأصول الثابتة بنتعرف عليها، أربع مواضيع لهذه الوحدة. الموضوع الثاني، طرق احتساب، بناخذ أهم الطرق والأكثرها وأكثرها شيوعا، طرق احتساب استهلاك الأصول الثابتة. وأيضا الموضوع الثالث اللي هو المعالجة المحاسبية للاستهلاك، يعني تكوين المخصصات، مثلا عندي مبنى كيف يتم تكوين مخصص استهلاك نهاية كل سنة. وأيضا الموضوع الرابع اللي هو التخلص من الأصول الثابتة. هذه أربع مواضيع إن شاء الله سنناقشها مع بعض لنحقق الأهداف الستة التي تناولناها. أولا، مفهوم وأنواع الأصول الثابتة. يعرف الأصل الثابت هو عبارة عن ممتلكات التي تشترى من قبل المنشأة، يعني الشركة تقوم بشراء ممتلكات أو أصول. الهدف من هذا الشراء اللي هو مزاولة استخدام هذه الأصول في مزاولة المنشأة نشاطها، وليس الهدف أو القصد هو إعادة بيع هذه الأصول بقصد بقصد استخدامها في النشاط التشغيلي للمنشأة، وليس بقصد إعادة بيعها. هذا مفهوم اللي هو عبارة عن ممتلكات امتلكتها الشركة سواء عن طريق الشراء أو عن طريق طرق أخرى. الهدف من هذا الأصل اللي هو مزاولة أو يساعد أو تستخدم المنشأة في في مزاولة نشاطها التشغيلي ونشاطها الاعتيادي. طيب، هذه بالنسبة للمفهوم، مفهوم الأصل الثابت. أنواع الأصول الثابتة، في عندي أصول الثابتة الملموسة وفي عندي أصول ثابتة غير ملموسة. الأصول الثابتة الملموسة التانجيبل أسيتس تتمثل في الأصول التي تمتلكها أو التي تمتلك كيانا ماديا ملموسا، يعني ممكن أن ألمس هذا الأصل أو ممكن له جرم مادي. مثال ذلك الأثاث، المباني والسيارات والمكائن، هذه كلها عبارة عن أصول ثابتة ملموسة، يعني لها كيان مادي ملموس، هذه يطلق عليها الأصول الثابتة الملموسة. النوع الثاني اسمه الأصول أو هو الأصول الثابتة غير الملموسة الانتانجبل، تتمثل هذه في الأصول التي ليس لها كيان مادي ملموس، مثل مثل شهرة المحل،
العلامة التجارية للمنشأة. هذه أصول عبارة عن إيش؟ أصول غير ملموسة، ليس لها إيش؟ ليس لها كيان مادي ملموس. هذا مفهوم، وهذه أهم إيش؟ طيب، استهلاك الأصول. ثانيا، موضوع الثاني استهلاك الأصول. ما المقصود بالاستهلاك؟ يعني النقص، يعرف الاستهلاك النقص التدريجي في تكلفة الأصل الثابت جراء الاستعمال أو التقادم التكنولوجيا. يعني نقص تدريجي نتيجة استخدام هذا الأصل في مزاولة النشاط، تقل قيمته نتيجة هذا ليش الاستخدام أو تقادم هذا الأصل. يعني في أصول ظهرت حديثة وتؤدي يعني الوظيفة بأكثر كفاءة وإيش وفعالية. هذا المقصود باستهلاك الأصل. طيب، كيف يتم تحديد أو احتساب هذا الاستهلاك؟ هناك متطلبات يجب توفرها حتى يتم إيش أو يستطيع المحاسب حساب قصة الإهلاك السنوي لهذه الأصول الثابتة. عندي هنا مثلا متطلبات احتساب قصة الاستهلاك. أول متطلب اللي هو تكلفة الأصل الثابت. يجب أول تحديد كم تكلفة هذا الأصل، وتكلفة الأصل تتمثل في ثمن الشراء، يعني ثمن شراء الأصل زائدا مصاريف نقل الأصل، مصاريف تركيب الأصل. يعني المصاريف التي تصرف أو تنفق على الأصل حتى يصبح جاهز للاستخدام. يعني مثلا الشركة اشترت مثلا آلة من الخارج ثمنها مثلا 1,000,000 ريال، مصاريف نقلها وتركيبها وتجريبها مثلا 500,000. يعني تكلفة الأصل اللي هي 1,000,000 ثمن الشراء زائد 500، هذه عبارة عن تكاليف تجهيز ونقل الأصل حتى يصبح إيش جاهز للاستخدام. أول متطلب لاحتساب الإهلاك اللي هو تحديد تكلفة الأصل. هذه المصاريف النقل وهذه تعتبر مصاريف رأسمالية يتم رسملتها على إيش أو إضافتها إلى تكلفة الأصل، ولا تحمل على حساب أرباح وخسائر. المطلوب الثاني العمر الإنتاجي للأصل. تحديد العمر الإنتاجي للأصل، الأصل الثابت، وهي الفترة الزمنية التي يتوقع أن يبقى خلالها الأصل صالحا للاستعمال. يعني العمر الإنتاجي، العمر الافتراضي للأصل، كم متوقع تعمل هذه الآلة في الكتالوج؟ مثلا خمس سنوات متوقع أن تعمل الآلة بشكلها ليش أو بطريقة طبيعية لمدة خمس سنوات. بعد خمس سنوات ستكون هذه الآلة إيش عبارة عن خردة. هذا العمر ليش الإنتاجي، ضروري معرفة كم العمر الافتراضي أو العمر الإنتاجي للأصل. ثلاثة، المتطلب الثالث لاحتساب الاستهلاك اللي هو النفاية أو الخردة. يعني وهي والمقصود بالنفاية هي القيمة المتوقع تحقيقها عند بيع الأصل بعد انتهاء عمره ليش المقدر أو عمره الإنتاجي المقدر. يعني قيمة الآلة بعد خمس سنوات اللي هو عمرها الإنتاجي كم ستكون قيمتها؟ كذا مثلا مبلغ معين. هذه الثلاثة العناصر إذا توفرت يمكن للمحاسب احتساب استهلاك ليش الأصول الثابتة. طرق أو استهلاك الأصول، بناخذ الآن بنتعرف على طرق الاستهلاك. في طرق كثيرة، أهم هذه الطرق اللي هو احتساب الاستهلاك على أساس زمن. عندي طريقة القسط الثابت وطريقة القسط ليش المتناقض، وهنا الطرق عديدة، لكن هذه أهم الطرق. سنتعرف كيف يتم احتساب قسط الاستهلاك باستخدام طريقة القسط الثابت، وكيف يتم احتساب قسط الاستهلاك باستخدام طريقة ليش القسط ليش المتناقض. أولا طريقة القسط الثابت، تعد هذه الطريقة طريقة من الطرق البسيطة وأيضا أكثرها استخداما في الحياة العملية. وموجب هذه الطريقة يتم توزيع تكلفة الأصل اللي هو تكلفة الأصل عرفناها في السابق اللي هي ثمن الشراء زائد المصاريف التي أنفقت على الأصل حتى أصبح جاهز. هذه التكلفة توزع على عمره ليش الإنتاجي أو الافتراضي. مثلا ثمن الشراء مثلا 1,000,000، كلفنا هذا الأصل مثلا كم 600,000. يعني هذه 600,000 عبارة عن تكاليف تركيب ونقل وغيره حتى أصبح الأصل جاهز
أصبحت تكلفته 1,600,000. افترض أن العمر الإنتاجي 6 سنوات، يعني الآن باستخدام طريقة القسط الثابت يتم تحديد قسط الاستهلاك السنوي من خلال القانون أو المعادلة التي أمامك. قسط الاستهلاك السنوي وفقا لطريقة القسط الثابت بتكون تكلفة أو كلفة الأصل ناقص النفاية، قيمة النفاية، يعني النفاية هذه كم قيمته بعد 5 سنوات، بعد عمره الافتراضي، بعد 6 سنوات عمره الافتراضي، كم متوقع أن يباع بعد إيش هذا عمره ليش الانتاج على العمر الانتاجي، العمر الانتاجي اللي هي ليش 5 سنوات مثلا، 4 سنوات. هذا القانون أو هذه المعادلة نستطيع من خلالها تحديد قسط الاستهلاك السنوي. وفقا لطريقة القسط الثابت يتم توزيع تكلفة الأصل على عمره الافتراضي، يكون قسط الاستهلاك ثابت. سنتعرف أو سوف نأخذ مثال عليه، يعني ثابت كل سنة بيتم تخفيض الأصل وتكوين مخصص للأصل بإيش؟ بقسط ثابت، يعني مثلا 1,000,000 كل سنة يتم إهلاك الأصل، إذا كان مثلا قيمته أو تكلفته 5,000,000 وعمره الافتراضي 5 سنوات، كم قسط الاستهلاك حقه؟ قسط الاستهلاك اللي هو بيكون كم؟ 1,000,000 سنويا. بيتم تكوين مخصص استهلاك الأصول الثابتة لكل سنة عبارة عن كم قسط مقداره كم؟ 1,000,000. يعني قسط الاستهلاك وفقا لطريقة القسط الثابت تكون إيش؟ قسط ثابت لكل سنة حتى الانتهاء من عمره ليش الإنتاجي أو الافتراضي. يمكن احتساب نسبة الاستهلاك. طيب بحتسب نسبة الاستهلاك، يعني هي عبارة عن نسبة ثابتة، كيف يتم احتساب نسبة الاستهلاك؟ اللي هو المعادلة الثانية أو القانون الذي أمامك الثاني، نسبة الاستهلاك تساوي 1 على العمر ليش الإنتاجي في 100. هذا القانون بيعطينا نسبة استهلاك الأصل، يعني نسبة استهلاك الأصل من تكلفة ليش الأصل. سيتوضح لك عند إيش نأخذ هذا المثال على طريقة القسط الثابت. مثال واحد، بتاريخ 5/1/2020 اشترت شركة الغنى الدولية سيارة بمبلغ 3,250,000. هذه سيارة أصل ثابت وملموس، اشترتها ب3,250,000. هذه تكلفتها، يعني ثمن الشراء زائدا إيش مصاريف نقل وغيرها. طيب قدر عمرها الافتراضي، هذه السيارة قدر عمرها الافتراضي أو الإنتاجي ب5 سنوات، وأيضا تم تقدير تكلفة النفاية في نهاية، يعني بعد 5 سنوات متوقع أن تباع هذه السيارة أو بتحقق للمنشأة مبلغ مقداره 250. هذه قيمة النفاية. الآن عندي متوفر تكلفة الأصل 3,250,000، وعندي عمرها الإنتاجي 5 سنوات، وعندي تكلفة النفاية يعني قيمتها بعد 5 سنوات 250,000. المطلوب احتساب قسط الاستهلاك السنوي للسيارة بطريقة القسط ليش الثابت. هذا المطلوب رقم واحد. المطلوب رقم اثنين احتساب نسبة ليش الاستهلاك. نشوف المطلوب رقم واحد، نطبق المعادلة، قسط الاستهلاك السنوي بيساوي كلفة الأصل ناقص النفاية على العمر ليش الإنتاجي. إذن كلفة الأصل كم؟ 3,250,000 ناقص النفاية 250 على 5 اللي هو العمر ليش الافتراضي أو الإنتاجي 5 سنوات، بيكون كم عندي؟ 3,000,000 على 5 بكم؟ قسط الاستهلاك السنوي 600، يعني بيتم إهلاك أو استهلاك هذه الآلة على 5 سنوات بكم؟ 600,000. يعني هذا الأصل بيقدم لي منفعة، بيقدم للشركة أو للمؤسسة منفعة لاستخدام هذه السيارة في مزاولة النشاط. طيب هذه الاستخدام سيقل من قيمة السيارة، سيؤدي إلى انخفاض قيمة السيارة وفقا للطريقة القسط الثابت اللي هي 600,000. إيش المقصود؟ المقصود أنك 3,250,000 ستنخفض قيمتها نتيجة استخدام هذه تكلفة الأصل، نتيجة استخدام الأصل لسنة ستقل بمقدار 600,000. وهذه 600,000 عبارة عن إيش؟ عن مصروف استهلاك. السيارة قدمت لي منفعة، طيب إيش مقابل هذه المنفعة اللي هو 600,000؟ هذه ستحمل على حساب الأرباح والخسائر، يعني بيتم تخفيض أرباح وخسائر بنسبة أو بمبلغ 600,000 كمصروف استهلاك، كمصروف إيش استهلاك. حلينا المطلوب الأول اللي هو قسط الاستهلاك السنوي. المطلوب الثاني اللي هو نسبة الاستهلاك. كم نسبة الاستهلاك؟ نسبة الاستهلاك 1 على 5 سنوات
في 100 بيطلع كم نسبة الاستهلاك؟ 20%. 20% هذا عبارة عن إيش؟ نسبة الاستهلاك السنوية للأصل. يعني الأصل سيتم استهلاكه خلال 5 سنوات، كل سنة أو أرباح كل سنة ستحمل بمبلغ 600,000 ثابت، السنة الأولى 600,000، السنة الثانية 600,000، السنة الثالثة 600,000، إلى نهاية السنة الخامسة في 31/12 السنة الخامسة بيكون إيش؟ قيمة الأصل الدفترية تساوي إيش؟ صفر. خلاص استهلكته، يعني حملت قيمة أو حملت كل سنة ب600,000 كمصروف مقابل المنفعة التي قدمها ليش؟ الأصل. هذه طريقة القسط الثابت تعتبر من أبسط الطرق وأيضا أكثرها إيش؟ شيوعا استخداما في إيش؟ في الواقع العملي. بسيطة الطريقة هذه. طيب الطريقة الثانية طريقة القسط المتناقص، ديكلين بالانس ميثود. طريقة القسط المتناقص موجب هذه الطريقة يتم احتساب قسط الاستهلاك، يكون قسط الاستهلاك في السنوات الأولى أعلى من القسط من قسط السنوات ليش؟ يعني السنة الأولى بيكون قسط الاستهلاك فيها أكبر يعني قيمته، والسنة التي بعدها بيكون أقل، وهكذا حتى تتناقص قيمة ليش أو قسط الاستهلاك كل سنة يتناقص. لأن الأصل وفقا لهذه الطريقة الأصل في السنة الأولى يكون إيش إنتاجه إيش أكثر، ويكون إيش أصل جديد ويؤدي نشاطه بإيش بأكثر أو بكفاءة أكثر مقارنة بآخر سنة في عمره ليش الافتراضي أو عمره ليش الإنتاجي. طيب كيف يتم احتسابها ويحسب قسط الاستهلاك وفقا لطريقة القسط المتناقص؟ باتباع عندي أسلوبين. الأسلوب الأول كنسبة مئوية من الرصيد المتناقص للقيمة الدفترية للأصل. يعني عندي أسلوبين لاحتساب إيش؟ نسبة لاحتساب قسط الاستهلاك باستخدام طريقة القسط المتناقص. الأسلوب الأول نسبة مئوية، يعني كنسبة مئوية من إيش؟ من الرصيد الدفتري. وما المقصود بالقيمة الدفترية للأصل؟ القيمة الدفترية ممكن يتم إيش؟ احتسابها من خلال المعادلة اللي هو إيش؟ قسط أو تكلفة الأصل. تكلفة الأصل مقصود بها اللي هي ثمن الشراء زائد المصاريف، تكلفة الأصل ناقص مجمع ليش أو مجمع الاستهلاك أو أقول مخصص الإهلاك. تكلفة الأصل ناقص مجمع الاستهلاك بيعطينا القيمة الدفترية للأصل. بعد ما أحسب القيمة الدفترية للأصل بضربها في نسبة ليش النسبة المئوية. طيب كيف يتم احتساب النسبة المئوية؟ هذه المعادلة التي أمامك، نسبة الاستهلاك بطريقة القسط المتناقص بتساوي عندي 1 على العمر الإنتاجي في 100 في 2. يعني من خلال هذه المعادلة بحسب نسبة الاستهلاك. هذه النسبة النتيجة التي سأصل لها أو النسبة التي سأصل لها سوف إيش أضربها أو إيش أضربها في القيمة الدفترية، والقيمة الدفترية تكلفة الأصل ناقص إيش مجمع ليش الاستهلاك. 2، هنا عندي استهلاك السنة الأولى بيكون نسبة الاستهلاك في كلفة الأصل الثابت، لأن السنة الأولى ما في مجمع عادي موجود، إنما كلفة الأصل اللي هي إيش متمثلة في ثمن شراء زائد المصاريف إيش جعله جاهز للاستخدام. السنة الأولى كيف بيتم تحديد قسط الاستهلاك وفقا لطريقة القسط المتناقص اللي هو نسبة أو البحث بالنسبة، 1 على العمر الإنتاجي في 100 في 2 بيعطينا النسبة في كلفة الأصل اللي إيش الثابت. السنة الثانية بيكون نسبة الاستهلاك نفس النسبة في القيمة الدفترية للأصل الثابت. القيمة الدفترية للأصل الثابت اللي هو إيش؟ تكلفة الأصل ناقص مجمع ليش الإهلاك أو مجمع الاستهلاك بيعطينا القيمة الدفترية. بتوضح لك هذه من خلال المثال. نشوف المثال وفقا للأسلوب الأول طريقة القسط المتناقص، والأسلوب الأول نسبة مئوية من ليش من القيمة الدفترية للأصل. مثال 2، بتاريخ 2/1/2020 اشترت شركة النور مكائن يعني آلات بمبلغ 1,000,000 ريال، قدر عمرها الإنتاجي ب5 سنوات، ويمكن بيعها في نهاية عمرها الافتراضي كنفاية كخردة بكم؟ ب50,000. هذه عندي الآن تكلفة الأصل 1,000,000 اللي هو ثمن الشراء زاد المصاريف جعل الأصل هذا جاهز، عمرها الإنتاجي 5 سنوات، أيضا يمكن بيعها في نهاية السنة الخامسة بكم؟ ب50,000.
المطلوب تحديد نسبة استهلاك المكاين بطريقة القسط المتناقص. اثنين، المطلوب الثاني تحديد قسط الاستهلاك السنوي على مدى سنوات العمر الإنتاج. أول ما نحسب النسبة، شوف النسبة عندي لقاني يقول نسبة الاستهلاك بطريقة القسط المتناقص 1/5 على عمرها الافتراضي 5 سنوات، في 100 في 2 بتطلع نسبة الاستهلاك 40%، اللي هو 1/5 في 100 في 2 بيطلع كم؟ 40%. 40% هذه نسبة ليش؟ الاستهلاك. هذا المطلوب رقم واحد. المطلوب الثاني تحديد قسط الاستهلاك السنوي. يعني أنت الآن مطلوب منك تحديد قسط الاستهلاك السنوي 5 سنوات. تم شراء الآلة أو الماكينة هذه في 3/1. شوف عندي المطلوب الثاني أمامك الجدول لخمس سنوات، سنة 2020 وسنة 2021 وسنة 2022 وسنة 2023 وسنة 2024. يعني عندي الجدول هذا فيه 5 أعمدة، العمود الأول التاريخ، العمود الثاني الكلفة أو التكلفة، العمود الثالث الاستهلاك، كم قسط الاستهلاك وفقا لطريقة القسط المتناقص، وكنسبة مئوية من وين؟ من القيمة الدفترية، من القيمة الدفترية. الأسلوب الأول يعني طريقة القسط المتناقص فيها أسلوبين. الآن نحن نأخذ هذا المثال على الأسلوب الأول كنسبة مئوية من ليش؟ من القيمة الدفترية. العمود الرابع، كم العمود الرابع؟ أو العمود الرابع هو مجمع الاستهلاك، والقيمة ليش؟ العمود الأخير القيمة الدفترية للأصل. طيب في 2/1 في تاريخ الشراء تكلفة الأصل كم معي؟ 1,000,000 ريال. طيب القيمة الدفترية حقها كم؟ 1,000,000 ريال. طيب في نهاية 31/12/2020 هذه تم شراء الآلة في بداية يعني في شهر يناير، في بداية يناير. طيب الآن بحسب إهلاك السنة أو استهلاك السنة الأولى. حسبت النسبة صح؟ نعم، في المطلوب الأول حسبنا النسبة. هنا عندي بيكون كم التكلفة؟ تكلفة الأصل 1,000,000 في 40% بيعطينا كم؟ 400,000. هذه 400,000 عبارة عن قسط الاستهلاك للسنة الإيش؟ الأولى. قسط الاستهلاك للسنة الأولى 400,000. إذن عندي العمود رقم 4 مجمع الاستهلاك كم؟ 400,000. كم باقي في القيمة الدفترية للأصل؟ شوف أول ملاحظة مهمة، وفقا لطريقة القسط المتناقص الأسلوب هذا لا نأخذ بعين الاعتبار القيمة، قيمة النهاية في احتساب قسط الاستهلاك، إنما يتم احتساب القسط وتجاهل القيمة أو قيمة النفاية أو الخردة. طيب عندي شوف العمود الأخير في القيمة الدفترية لسنة 2020 أصبحت القيمة الدفترية 600,000. كيف 600,000؟ اللي هو تكلفة الأصل، كم تكلفة الأصل؟ 1,000,000. كم قسط الاستهلاك حسبناه في 400,000؟ 1,000,000 ناقص 400,000 بيكون 600,000. طيب وين راحت 400؟ هذه هي عبارة عن مجمع، هي مصروف استهلاك، بيظهر عندي حساب اسمه مصروف الاستهلاك، وأيضا حساب في دفاتر المحاسبية اسمه مجمع الاستهلاك. مجمع الاستهلاك بيكون 400، وقسط الاستهلاك كم؟ 400,000. هذا في نهاية 2020، في نهاية السنة الأولى. طيب قسط الاستهلاك وفقا لطريقة القسط المتناقص باستخدام أسلوب كنسبة مئوية من القيمة الدفترية في نهاية سنة 2021، يعني في 31/12/2021 عندي التكلفة كم؟ 1,000,000 ثابتة. لكن هنا عندي الاستهلاك بيحسب من خلال أو وفقا للأسلوب الثاني أو الأسلوب وفقا للطريقة الثانية اللي هي طريقة القسط المتناقص، النسبة المئوية في القيمة الدفترية. شوف القيمة الدفترية في 31/12/2020 كم هي في آخر عمود؟ 600,000. إذا 600,000 القيمة الدفترية في 40% في نسبة الاستهلاك بيعطينا قسط الاستهلاك في السنة الثانية. كم طلع عندي؟ 240. 240 مجمع الاستهلاك، كم معي رصيد حتى 31/12/20؟ مجمع الاهلاك داخل حساب مجمع الاستهلاك 400,000. طيب كم قسط الاستهلاك حتى 31/12/21 سنة 21؟ قسط الاستهلاك حسبناه 240,000. إذا 240,000 زائد 400,000 بيعطينا 640,000. هذا مجمع الاستهلاك. كم القيمة الدفترية؟ كم القيمة الدفترية عندي؟ كم؟ 600,000 ناقص قسط الاستهلاك حق سنة 2021. كم قسط الاستهلاك؟ 240. يعني القيمة الدفترية اللي هي 360 في نهاية
سنة 21 كيف احتسبتها؟ 600,000 القيمة الدفترية ناقص قسط الاستهلاك 240 بيعطينا 360 القيمة الدفترية للسيارة هذه حتى تاريخ 31/12/2021. طيب هذه السنة ليش الثانية؟ في نهاية 31/12/2022 اللي هو بيكون 360,000 القيمة الدفترية للأصل في نسبة الاستهلاك 40% بيطلع عندي قسط الاستهلاك 144,000. طيب عندي القيمة الدفترية 360 حتى نهاية 2021، 360 ناقص قسط الاستهلاك بيعطينا 216، هذه القيمة الدفترية. طيب مجمع الاستهلاك حتى نهاية 21 كم؟ 640. 640 زائدا قسط الاستهلاك حق كم؟ حق السنة اللاحقة اللي هي 2022 كم حسبنا؟ 144. إذن 640 زائد 144 بيعطينا 784، هذا إيش؟ مجمع الاستهلاك. طيب السنة الرابعة في 31/12/2023 بيكون القيمة الدفترية للأصل كم؟ 216 في 40% بيعطينا قسط الاستهلاك كم؟ 86,400. 86,400 هذه إيش؟ قسط الاستهلاك. طيب مجمع الاستهلاك كم عندي في السنة أو في نهاية سنة 2022؟ 784 زائدا قسط الاستهلاك في إيش؟ في نهاية سنة 23 طلع عندي 86,400، بيكون المجموع 870,000، هذا مجمع الاستهلاك. طيب القيمة الدفترية حتى نهاية 23 سنة 23 بيكون 216 ناقص قسط الاستهلاك ناقص 86,400 بيعطينا كم؟ 129,000. باقي السنة الأخيرة السنة الخامسة احتساب قسط الاستهلاك السنة الخامسة بيكون القيمة الدفترية كم هي؟ 129,000 في 40% بيعطينا قسط الاستهلاك كم؟ شوف العمود الأخير أو الصف الأخير السنة الأخيرة بيعطينا قسط الاستهلاك 551,840، هذا قسط الاستهلاك. مجمع الاستهلاك عندي حتى نهاية 23 870 زائدا 551,840 بيعطينا 922,240، هذه ايش؟ هذا مجمع الاستهلاك حتى نهاية ايش؟ حتى نهاية السنة الخامسة. طيب القيمة الدفترية كم قيمته الدفترية؟ 77,760، هذه قيمة الدفترية إلى نهاية السنة الخامسة. هذه الطريقة طريقة الاحتساب قسط الاستهلاك باستخدام طريقة القسط المتناقص الأسلوب الليش الأول اللي هو كنسبة مئوية من القيمة إيش الدفترية. نهاية شوف لو عملنا مقارنة بسيطة، السنة الأولى كان قسط الاستهلاك كم؟ 400,000، ثم تناقص 240، ثم تناقص 144 وهكذا، يكون قسط الاستهلاك للسنة الأولى أكبر ويتناقص، هذا وفقا لطريقة القسط الليش المتناقص وفقا للأسلوب الأول. وإن شاء الله نواصل الأسلوب الثاني في اللقاء اللاحق.